السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في حلقة أخرى جديدة. حلقة اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة يعني صنع طاجين مغربي باستغلال قارورة بلاستيكية من فئة 5 لتر. أنا عندي هنا قارورات بلاستيكية كثيرة قديمة، ومن الأفضل يعني استغلالها بدل رميها. فاليوم إن شاء الله سنشتغل يعني بأي خيط متوفر عندكم، المهم أن يكون مناسب للإبرة التي تشتغلون بها. أنا سأشتغل هنا بإبرة كروشي رقم 2.5 × 2.5 وخيط مناسب، سواء كان خيط محلي أو خيط أجنبي. المهم هنا هو الطريقة. فهذه القارورة بالنسبة لغطاء الطاجين، فالأفضل أن لا يكون يعني حده على حد هذا الحجم، حجم العادي للقارورة من هنا. يعني ضروري أن يكون غطاء الطاجين يدخل في القاع، يعني في القاع. فضروري أن نقطع الطاجين هنا يعني في هذه الجهة، ونقطعه بواسطة القاطعة من طبيعة الحال. بالنسبة لقاع الطاجين يعني لتحت للطاجين، فنقطع تقريبا من هذه الجهة، تقريبا هنا نقطع جيدا بواسطة قاطعة، ثم من بعد بواسطة المقص. ففي النهاية نزيل أيضا هذا الشيء قليل بقليل بواسطة القاطعة من هنا أو من الداخل، فيصبح على هذا الشكل. ضروري نبقي الغطاء، نحتاجه. هذا هو غطاء الطاجين، المهم أن يكون يعني نفس الطول من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، يعني يكون مقطوع جيدا. بالنسبة لقاع الطاجين أو القدر التحتي للطاجين سيكون على هذا الشكل، فضروري هنا أن نصنع دائرة على شكل يعني بحجم قاعدة الطاجين. بالنسبة لطريقة الدائرة رأيناها سابقا في فيديوهات سابقة، سأترك لكم طريقة دائرة السلة ودائرة الباسكت تحت في صندوق الوصف، فعودوا من فضلكم إلى الطريقة. في النهاية بعد أن نحصل على الحجم الذي نحتاجه، تقريبا هنا 1 2 3 4 5 6 7، 7 دورات. 7 دورات يعني تكفي بالنسبة لهذا، بالنسبة لإبرة كروشي رقم 2.5. وهذا الخيط الذي أشتغل به، هذا الخيط خيط الوزن الموجود هنا كثيرا في المغرب، فهو يكفي كقاع لقارورة بلاستيكية من فئة 5 لتر. فبالنسبة للمرحلة الموالية فسنشتغل على هذه الدائرة، نشتغل عليها فوق كل عمود بدون أن نضيف غرز أو ننقص الغرز. فنصنع 3 غرز سلسلة كعمود أول. في الغرزة الموالية نصنع عمود واحد، في الغرزة التي تليها نصنع أيضا عمود واحد، وفي الغرزة الأخرى أيضا عمود واحد، ونكمل بهذه الطريقة. فوق كل عمود نصنع عمود واحد كما تشاهدون. ونتابع على طول الدورة، نشتغل هكذا كما تشاهدون، يعني ليس هناك أي زيادة أو نقصان في الغرز. فنتابع بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة، نربط بواسطة غرزة منزلقة، ثم نتابع بنفس الطريقة إلى أن نصل يعني على الارتفاع الذي نحتاجه، وأعود إليكم. بالنسبة هنا لغطاء الطاجين هنا، سنبدأ من الغطاء القارورة البلاستيكية، سنبدأ من هنا، سنبدأ بدائرة صغيرة. تقريبا ربما سنحتاج دورتين أو 3 دورات حسب يعني حجم الإبرة والخيط، حسب أيضا شغلي. فنبدأ هنا دائرة صغيرة من فئة 4 غرز سلسلة تقريبا، نربط بأولى بالأخيرة بواسطة غرزة منزلقة. وإلا إن لم تستطيعوا يعني عادة
نبحث عن الأفضل، يعني أن تكون الدائرة ليس فيها ثقب في الوسط، في نفس الوقت نشتغل يعني براحتنا، فيمكن أن نشتغل بهذه الطريقة. نبدأ نملأ هذه الدائرة هنا، نملأها بغرز أعمدة. نبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، ونملأ هذه الدائرة جيدا بالأعمدة إلى أن نحصل على دائرة. وأعود إليكم. تقريبا هنا 13 أو 12 عمود. سنحاول أن نجر هذا الخيط جيدا ثم نربط بواسطة غرزة منزلقة. فالآن حصلنا على كرة صغيرة، دائرة عفوا صغيرة. سنحتاج أيضا دورة أخرى. بالنسبة للدورة الثانية فهي معروفة دائما فوق، نبدأ بثلاثة غرز سلسلة كعمود أول، في نفس الغرزة نصنع العمود الثاني، ونشتغل الآن فوق كل عمود أصنع عمودين. هنا عمودين، الغرزة الموالية أيضا عمودين. هذه يعني من الأساسيات أن نعرف دائما طريقة صنع الدائرة، فولا بد يعني أي واحد منا قبل أن يصنع أي مشروع ولا بد أن يتعرف على هذه الأساسيات، مثل الغرز الأساسية وأيضا الأشكال الأساسية مثل الدائرة والمربع. ففوق كل عمود أصنع عمودين وأكمل الدائرة بنفس هذه الطريقة ثم أعود إليكم. في النهاية أربط بواسطة غرزة منزلقة، والآن حصلنا يعني على دائرة. الآن سوف نشتغل فقط في هذه الأعمدة، فوق كل عمود أصنع عمود بدون أي زيادة، ونشتغل في الأعمدة في التحت يعني تقريبا ربما دورة واحدة أو دورتين. فنشتغل في هذه الدورة، نبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول، فوق العمود الموالي أصنع عمود واحد، فوق العمود الذي يليه أيضا عمود واحد، وأستمر بهذه الطريقة فوق كل عمود عمود إلى أن أحصل يعني على دورة كاملة. كما تشاهدون ألبست كأنها قبعة يعني على غطاء الطاجين، هنا وصلت إلى هذا الحد. هذا قد يختلف من خيط إلى خيط، يعني من حجم إلى حجم. أنا وصلت هنا، فسأحتاج هنا فقط دورة واحدة ثم من بعد أبدأ بالزيادة. لكن هذه الدورة أكيد سأنقص قليل من الغراز، لأن هنا أقل من هنا، أقل هذه الدورة أقل حجما من هذه الدورة. إن وصلتم بالخيط إلى هنا فتحتاجون هنا دورتين، يعني هذه الدورة الموالية ستكون بدون زيادة ثم الدورة الأخرى سننقص فيها قليلا. لكن إن وصلتم مثلي بهذه الطريقة هذا الشكل، يعني وصلتم هنا، فنحتاج هنا فقط دورة واحدة، وهذه الدورة سأنقص فيها الغرز قليلا فقط ليس كثيرا. سأبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول، الغرزة الموالية أصنع فيها عمود واحد، ثم هذه الغرزة أجمعها مع الغرزة الأخرى بهذا الشكل كما شاهدتم معي. ألف وأخرج من كل الغرز إلى غرزتين، ثم ألف وأخرج من غرزتين، ثم أتابع. هذه الغرزة عادية فوقها عمود واحد، هذه الغرزة فوقها عمود واحد، هذه الغرزة سأجمعها مع الغرزة الأخرى بهذا الشكل، وأذهب إلى الغرزة الأخرى وأخرج الخيط أيضا. ألف وأخرج من كل الغرز إلى غرزتين، ثم ألف وأخرج من غرزتين. أعيد لكم، هذه الغرزة عادية عمود واحد، الغرزة الأخرى أيضا عمود واحد، الغرزة التي تليها أدخل إبرة أخرج الخيط، تجرب بهذا الشكل وأخذ الخيط بأصبعي، يعني أخذ جيدا كي لا ينفلت. أذهب إلى الغرزة الأخرى أخرج أيضا الخيط فيها، ألف وأخرج من كل الغرز إلى غرزتين ثم من غرزتين، وأتابع بهذا الشكل. الغرزة الأولى عادية، الغرزة الثانية عادية يعني فوقها عمود واحد، والغرزة الأخرى والتي تليها أجر الخيوط ألف وأخرج من كل الخيوط إلا غرزتين ثم من غرزتين. تابع بهذا الشكل على طول الدورة وأعود إليه.
كما تشاهدون هنا تقريبا وصلت هنا، والآن سنبدأ في الزيادة. سنصنع هذه الدورة فقط بغرزة العمود، النصف عمود عفوا، سنصنعها بدون زيادة أو نقصان بهذا الشكل. يعني ألف حول الإبرة، أدخل الإبرة في نفس الغرزة، ثم أخرج الخيط، ألف وأخرج من كل الغرز، وأدور الغرزة الموالية بنفس الطريقة، ألف حول الإبرة، أدخل الإبرة داخل الغرزة بهذا الشكل، ثم أخرج الخيط، ألف وأخرج من كل الغرز، ألف حول الإبرة، أدخل الإبرة، أخرج الخيط، ألف وأخرج من كل الغرز، وسأستمر على هذا الشكل وعلى هذه الطريقة، يعني على طول الدورة. بهذا الشكل، يعني فقط بغرزة النصف عمود. تشاهدون كما تشاهدون هنا تقريبا هذا الحد وصلت، وهذا الحد الآن سنبدأ في الزيادة. وبالنسبة للزيادة هنا سوف نشتغل بهذه الطريقة. ففي الغرزة الأولى هنا أنا هنا انتهى للخيط، ولذلك عقدت الخيط من جديد، فأدخل هنا الإبرة، أخرج الخيط، أبدأ بثلاثة غرز سلسلة عفوا مكان العمود الأول. في نفس الغرزة نصنع العمود الثاني، تشاهدون في الغرزة الموالية نصنع فقط عمود واحد، الغرزة الأخرى سنصنع عمودين، ونشتغل بهذه الطريقة، مرة عمود مرة عمودين، مرة عمود مرة عمودين، كي يكون هناك زيادة لكن ليست زيادة يعني بكثرة. ففي الغرزة الموالية الآن نصنع عمود، الغرزة التي تليها نصنع عمودين، وأشتغل على طول الدورة هكذا إلى أن أنتهي وأربط بواسطة غرزة منزلقة، يعني عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين إلى النهاية. هنا صنعت عمودين، في العمود الموالي أصنع عمود واحد، العمود الذي يليه أيضا عمود واحد، والعمود الآخر أصنع عمودين، وأبدأ هذه الدورة عمود عفوا في البداية عمودين عمود عمود عمودين عمود عمود، يعني إلى نهاية الدورة. هنا عمود كما تشاهدون معي، هنا عمودين في البداية، عمود عمود عمودين عمود عمود، وأشتغل بهذه الطريقة إلى النهاية، ثم أعود إليكم في الدورة الموالية. في النهاية هنا ربطت بواسطة غرزة منزلقة، وأبدأ من جديد هذه الدورة، يعني كطريقة الدائرة فقط. هنا بدأنا من هنا ليس من البداية، لذلك كان هناك عمودين عمود عمودين عمود، من بعد عمودين عمود عمود عمودين عمود عمود، من بعد عمودين عمود 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 عمودين عمود عمود عمود. ففي هذه الدورة سنصنع في البداية عمودين في نفس الغرزة، من بعد عمود واحد في الغرزة التي تليها، عمود أيضا واحد في الغرزة الموالية، وأيضا الغرزة الأخرى أيضا فيها عمود واحد، ونشتغل بهذه الطريقة، عمود عمودين عمود 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 عمودين عمود عمود عمود، في الدورة الأخرى عمودين عمود 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 لأربع مرات، وعمودين لمرة واحدة، الدورة الأخرى عمودين لمرة واحدة، من بعد عمود واحد لخمس مرات، يعني عمود عمود، يعني فوق كل غرزة عمود عمود واحد لخمس مرات، من بعد عمودين لمرة واحدة، ولست مرات عمود واحد فوق كل عمود، وهكذا دائما عمودين يبقى نفسه. والأعمدة الفردية يعني واحدة واحدة،
تزداد فيها دائما عمود، يعني أصبحت في الدورة التي الأخيرة، يعني 6، من بعد 7، من بعد 8، من بعد 9، من بعد 10، إلى ما لا نهاية. فنحن سنشتغل هكذا يعني تقريبا إلى أن نصل إلى هذه الجهة، إلى هذه الجهة، وأعود إليكم، لأن هنا سيكون بدون زيادة، يعني تقريبا هنا سيكون بدون زيادة. من بعد عندما نصل هنا ونريد أن نغطي بالداخل قليلا، سنبدأ هنا يعني عادي، سنصنع أعمدة عادية إلى هنا تقريبا. بعد نبدأ، عفوا، ننقص الغراز، كما أضفنا الغرز هنا ستبدأ تذهب للداخل، لذلك سننقص الغرز. المهم عندما أصل هنا أعود إليكم كي أريكم المرحلة الموالية. ففي النهاية كما تشاهدون أنا اشتغلت هنا إلى تقريبا هذه الجهة، يعني تقريبا لا أحتاج الآن أن أضيف غرز أكثر، سنشتغل فقط إلى هنا. بعد هنا سنشتغل عادي، يعني فوق كل عمود عمود إلى أن نصل هنا. وأعود إليكم فقط هنا أريكم طريقة خاصة بالنسبة للمبتدئات والمبتدئين. فهنا أبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول. العمود الموالي أصنع فوقه عمود، العمود الذي يليه أيضا عمود، وأشتغل فوق كل عمود عمود إلى أن أصل إلى نهاية الدورة، وأربط بواسطة غرزة منزلقة. ثم أشتغل مرة أخرى بنفس الطريقة للدورة الأخرى أو الدورة التي تليها، يعني ربما أحتاج هنا 3 دورات، سيكفيني يعني 3 دورات ربما فقط، بدون أن أضيف يعني أي زيادة. في النهاية هنا أنا اشتغلت فقط ل 4 1 2 3 4 5 5 دورات بغرزة العمود بدون زيادة، يعني هذه ال5 دورات كلها بدون زيادة الأخيرة. سأحتاج 3 إلى أن نصل إلى حد غطاء طاجين هنا تقريبا، 3 و2 تكفينا يعني فقط هنا بدون أن نغطي الجي. أنا قلت لكم يمكن أن نغطي، لكن يمكن أيضا أن نغطي، لا نحتاج إلى هذا. فتقريبا هنا 2 سطرين سيكون هنا، ونخيطها بالإبرة. ففي النهاية بعد أن ربطت بغرزة منزلقة هنا، نقطع الخيط هنا، الخيط مربوط لذلك لا أقطعه طويلا. نحتاج إلى إبرة خياطة من نوع كبير، المهم أن تكون كبيرة ليس إلى هذه الدرجة، أنا عندي هذه الإبرة كبيرة جدا. نحتاج يعني إلى إبرة متوسطة تقريبا أو كبيرة قليلا، ليس كبيرة جدا. فهنا سنحاول أن نخيط هذه الجهة على هذه الجهة هنا. أولا نربط الخيط هنا، وسنحاول أن نخيط أو ندخل الإبرة كما تشاهدون في الداخل في القارورة البلاستيكية، تخرج من الجهة الأخرى تقريبا. المهم ليس بالضرورة أن يكون هنا 3، يمكن يكون يعني 3 دورات نتركها هنا، يمكن أيضا أن نترك النصف هنا والنصف هنا، يعني دورتين ونصف تقريبا ودورتين ونصف في الجهة الأخرى. هنا سنحاول أن نضع الإبرة بهذه الطريقة هنا قريب من هنا، ثم نخرجها من الجهة الأخرى. وعندما نخرج الخيط هنا نحاول أن نمرره بين الغراز إلى أن نصل إلى مسافة ثم أخرج الخيط بهذه الطريقة. والآن أحاول أن أدخل الخيط مرة أخرى هنا وأخرجه من الجهة الأخرى بهذه الطريقة، ثم أحاول أن أدخله مرة أخرى هكذا من الجهة الأخرى. وأحاول هنا دائما
أن أدخل الإبرة بين الخيوط حتى أصل إلى مسافة أكبر، ثم أخيط بهذه الطريقة. والآن أدخل الإبرة بنفس الطريقة، أخيط على طول الدورة. في النهاية نحصل على هذا الشكل. كما تشاهدون هو هنا مخاط من الجوانب من الداخل، يمكن أن نشتغل إلى الداخل قليلا حتى نغطي يعني الجهة الكاملة، لكن أنا أكتفي بهذا القدر، يعني المهم أن الشكل جميل ومتقن أيضا. بالنسبة لقاعدة الطاجين أو تحت الطاجين، القدر التحتي للطاجين، فاشتغلت يعني لعدة أسطر إلى أن يكفيني يعني أن أدخل هذه الجهة هنا إلى الداخل، يصل إلى هنا تقريبا كما تشاهدون. فسأثني كل الجهات بهذا الشكل، ثم أحاول يعني أن أخيطه من التحت تحت هنا، والجهة الأخرى أخرج الإبرة من هنا وأحاول أن أخيط جميع الجهات بهذا الشكل. طريقة سهلة، طريقة الخياطة. أنا أبقيت الخيط هنا طويل، والآن سأبدأ الخياطة. سأخيط من هنا تقريبا إبرة، أدخل الخيط في هذه الغرزة هنا، وفي جهة التحت تقريبا هنا أدخل إبرة، يعني إبرة الخياطة تدخل بكل سهولة في البلاستيك، في قارورة البلاستيك، أخرج منها هذه الجهة، ثم أعود هنا وهنا، مهم في غرزة هنا، أدخل الإبرة بنفس الطريقة، أخرجها من هنا، يعني تقريبا هنا، ثم أحاول أن أخذ هذه الغرز هكذا، الغرزة الأولى، الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وأحاول أن أجر الخيط جيدا، ثم أحاول أن أدخل في نفس الغرزة السادسة وأخرج من الخارج يعني هنا الإبرة، ثم أحاول أن أدخل الإبرة هنا وأخرجها من الداخل، ثم أخيط الآن بهذه الطريقة، أدخل الإبرة بين الخيوط، يعني أحاول أن أخيط، يمكن أن أخيط بطريقة عادية، يمكن أن أخيط بدون أن أدخل الإبرة بين الخيوط، أخذ الإبرة أدخلها هنا، أخرج أدخل الإبرة من هنا، ثم أتقدم هنا للأمام، أدخل الإبرة مرة أخرى، ثم أدخل الإبرة، تراجع يعني هنا، أدخل الإبرة من هنا، دائما من هنا أتقدم للأمام، وهنا أتراجع قليلا للخلف، وبنفس هذه الطريقة سنشتغل على طول الدورة. في النهاية نحصل على هذا الشكل. أنا هنا زينت هذه الجهة بهذا الشريط الذهبي، يمكن يعني أن تزين بأي أشياء أخرى بالنسبة للغطاء. هذا هو، سأريكم طريقة التزيين في هذه الجهة، نفس الطريقة. أولا نقيس الشريط على هذه الدورة هنا كي نقطع يعني القياس الذي نحتاجه تقريبا هنا. سأقطع على هذا الشكل، طريقة سهلة يعني، فقط بواسطة مسدس الشمح نلصق الشريط.
أحاول أن ألصق جيدا هنا أيضا. بهذا الشكل، وفي النهاية نحصل على شكل جميل جدا وبسيط للغاية، بطريقة بسيطة للغاية. في نفس الوقت أيضا نستغله لحفظ أشياء، خاصة مثل أطواق الشعر أو إكسسوارات الشعر. هذا المكان يعني مناسب جدا لحفظ هذه الأشياء. في نفس الوقت يعني هناك شكل جميل كديكور في المنزل. فأسأل الله تعالى أن تكون حلقة اليوم مفيدة لكم، وأترككم في رعاية الله مع مشروع آخر. واكتبوا لي أيضا إن كنتم تحبون مثل هذه المشاريع بالكروشيه. فأترككم في رعاية الله إلى مشروع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.